تخيل تركب قطار يوديك من دمشق على عمان، بعدين تروح على مدائن صالح ومنها للمدينة. هذا مو خيال، هذه رحلة كانت موجودة قبل أكثر من 100 سنة واستمرت 8 سنوات تنقل الحجاج والمسافرين والبضائع، وصارت فاكهة دمشق تنباع في المدينة المنورة. أنا عاصم الغامدي وهذا المدوان عن سكة حديد الحجاز. الدولة العثمانية في بداية القرن ال16 بدأت تحكم الحجاز واليمن والعراق ومصر والشام وأجزاء واسعة من أوروبا وطبعاً الأناضول قبلها. توسع الدولة كان عامل قوة، بس في نفس الوقت كان مسبب مشكلة. المساحات الكبيرة كانت تصعب على العثمانيين أنهم يوصلوا لكل الولايات، وكان المسؤولين احتاجوا شهور عشان يوصلوا من اسطنبول لصنعاء، ونفس الشيء بالنسبة للبضائع وجمع الضرائب وحماية الدولة. هذا التحدي خلى السلاطين يفكروا يربطوا العاصمة بأقاليم الدولة البعيدة وعلى رأسها الحجاز، الشيء اللي ممكن يسهل رحلات الحج الطويلة والمتعبة هذاك الوقت. وغير الحج كان في أسباب ثانية. عام 1869 اكتمل بناء قناة السويس وصارت ممر مهم في طرق التجارة العالمية، بس بعدها بكم سنة 1882 تحديداً احتل الإنجليز مصر والصومال والسودان واستولوا على عدن، وبسبب وجودهم على سواحل البحر الأحمر صار في مخاوف عند العثمانيين من أنه قناة السويس تنقفل في وجه تجارتهم. إلين ما جاء واحد نهاية القرن 19 كان اسمه أحمد عزة العابد. هذا كان خبير في شؤون الحجاز ومستشار ومقرب من السلطان عبد الحميد الثاني. العابد كان مؤمن بأهمية الخط البديل للسويس وجهز خطة تفصيلية تكلم فيها عن فوائد سكة الحديد، وركز على خطر الإنجليز وشرح كيف راح تساهم هذه السكة في نقل الجنود بسرعة في حالة الحرب، كمان تكلم عن انعكاسها الإيجابي على موسم الحج. والله جهز العابد دراسته ورفعها للسلطان اللي كان دائما يحلم بخط الحجاز. السلطان عبد الحميد الثاني عجبته الفكرة، خصوصا انه مشروع ضخم زي هذا راح يأكد أحقيته في الحكم خليه يستغني عن الإنجليز والسويس، بس التحدي الأكبر للمشروع كان التمويل. حسب الخطة المشروع كان محتاج 4 مليون ليرة، يعني 570 كيلو ذهب هذاك الوقت. هذا الشيء كان يشكل تقريبا 20% من ميزانية الدولة العثمانية اللي كانت تمر بأزمة اقتصادية شديدة بسبب حربها الطويلة مع روسيا وحروبها مع أوروبا واليونان. مشكلة التمويل ما كانت سهلة، بس السلطان كان معزم وناوي ينفذ المشروع، فراح للبنك الزراعي العثماني وأخذ قرض بقيمة 0.5 مليون ليرة. بعدين الدولة العثمانية خصصت ضرائب خاصة لتمويل الخط، وصار في تخفيض لرواتب الموظفين، وكمان تم تخصيص أراضي وقفية للمشروع، وكل إيرادات صرف العملات راحت لتمويل الخط، ومع هذا لسه المبلغ ما تجمع. في نفس الفترة تقريبا وإحنا نتكلم عن أواخر القرن 19 كان في صحفي هندي اسمه محمد إن شاء الله. محمد اقترح إنه الخط يكون تمويله شعبي، خصوصا إنه المسلمين هيستفيدوا منه في الحج، وبدأ ينشر فكرته هذه في الصحف الإسلامية. الفكرة عجبت مجلس الحكومة العثمانية، وفي 2 مايو عام 1900 تم إعلان الأمر السلطاني الخاص بجمع التبرعات، وبدأت حملة تمويل شعبي بدأها السلطان وشارك فيها بمبلغ 320 ألف ليرة، وتبرعت أيضا الأسرة الحاكمة وكبار رجال الدولة العثمانية، وصارت توصل تبرعات من المسلمين في كل مكان في العالم. وصلت تبرعات ضخمة من الهند ومصر والمغرب وروسيا، شخصيات كثيرة شاركت في التمويل، أمير الكويت وشاه إيران وسلطان المغرب وأمير بخارة وسلطان المكلة وخديوي مصر وأمير حيدر أبات وغيرهم، اللي شارك بفلوس واللي حط مواد بناء أو تكفل بجزئية معينة من الخط. وكان المتبرعين يتكرموا بميداليات أو أوسمة حسب قيمة التبرع، والبسطاء اللي تبرعوا بمبالغ بسيطة يأخذوا شهادات، أما كبار المتبرعين فكانت تجيهم ساعة جيب نحاسية مرسوم عليها محرك بخاري، وصار في أجواء تكاتف حلوة بسبب خط الحجاز، وانرفعت الروح المعنوية عند المسلمين وحسوا إنه الدولة قاعدة تنجز لهم مشروع سيادي محترم. وإلى اليوم أسماء أكثر من 20 ألف متبرع موجودة في محفوظات دار الأرشيف العثماني في إسطنبول. كان المفترض الخط يمتد من إسطنبول لمكة، بعدين لسواحل اليمن عشان يصير في طريق تجارة متصل من الهند إلى إسطنبول. بر وبحر كمان يكون له امتداد في العراق، بس طبعا مو كل المحطات هذه انجزت. في مايو عام 1900 تسلم الإدارة الفنية للمشروع المهندس الألماني هنريك مايزنر، ويوم 1 سبتمبر عام 1900 أعطى السلطان أمره بالبدء في تنفيذ المشروع. البداية كانت من دمشق، وقتها كان في مهندس عثماني اسمه مختار، هذا سوى بدايات عملية المسح الجغرافي. البريطانيين والأوروبيين كانوا من أكبر المشككين في المشروع، ويقولوا إن الدولة العثمانية بس تبغى تجمع تبرعات وقاعدة تضحك على الناس، ولا حتسوي قطار ولا ما يحزنون. ومع هذا جاء عام 1904 ووصل الخط لمعان بامتداد 460 كيلو، وفي 1906 وصل للعلا ومدائن صالح. ومن خلال مشاريع ثانية تم ربط الخط مع خطوط فرعية ربطته بمدن مهمة على رأسها القدس. استمر العمل في المشروع، ولما قربوا من المدينة عشان خصوصية المشاعر المقدسة أمر السلطان عبد الحميد بمد الصوف على آخر 30 كيلو متر من الخط، وكان يتم غسله بموية الورد كل يوم، والمهندسين اللي كانوا يشتغلوا في الخط في مناطق الحجاز كانوا كلهم عرب ومسلمين. استمرت الأشغال إلين ما جاء اليوم الموعود، ووصلت سكة حديد الحجاز للمدينة، وتم افتتاحها في حفل عام 1908 ودشن الخط، ووصل أول قطار من دمشق للمدينة المنورة في 23 أغسطس عام 1908.
طول السكة كان 1464 كيلو، وتكلفتها النهائية كانت 3 مليون ليرة، حوالي 430 كيلوغرام من الذهب، وكان هذا أقل بكثير من خطوط السكك الحديدية اللي بنتها شركات أوروبية على الأراضي العثمانية. بعد افتتاح سكة حديد الحجاز، بدأ تبادل الركاب والبضائع التجارية يومياً بين دمشق والمدينة، وصار الطريق بينهم اللي كان ياخذ 40 يوم على ظهور الجمال يخلص في 72 ساعة بس. وفي كل رحلة كان في عربة مخصصة كمسجد، ويطلع معاهم مؤذن، ويسووا تخفيضات على التذاكر وقت المناسبات الدينية، وصارت كل الطبقات تستخدم القطار. ومن أبرز الشخصيات اللي استخدموه كان الخديوي عباس حلمي الثاني لما راح حج عام 1910 بالقطار. خط الحجاز اشتغل 8 سنوات ذهبية انتعشت فيها الدولة العثمانية بتشغيل الخط اللي سهل نقل الحجاج والبضائع، وازدهرت المدن اللي في طريقه، وصلت الفواكه والمحاصيل الزراعية لكل المناطق. هذا الشيء شجع قبائل كثيرة أنها تستقر وتشتغل في الزراعة. هذا الأثر الإيجابي خلى مسلمي الهند يطالبوا بمد خط الحجاز لهم، بس يا فرحة ما تمت. جاءت الحرب العالمية الأولى اللي تم استخدام خط الحجاز في بدايتها لنقل القوات العسكرية، ومن يومها تبخر المشروع اللي آثاره موجودة إلى اليوم في العنبرية، في المدينة المنورة والعلا ومعان وغيره. برأيكم هل ممكن ينجح مشروع طريق بري أو قطار بين البلدان العربية هذه الأيام، ولا أصلا الطيارات ألغت أهمية التنقل البري؟ خبرونا إذا شفتوا كمان جزء من خط الحجاز ومن محطاته في بلدانكم، ولا تحرمونا من آرائكم في التعليقات. وإذا عجبكم المحتوى فلا تنسوا تشتركوا في القناة.